هو حال الرأي الآخر في سوريا منذ أن تسلم حزب البعث السلطة قبل نصف قرن تقريبا. إلغاء واجتثاث، فلا يسمع هنا إلا صوت التأييد يجلجل باسم الرئيس وحزب الرئيس. فخلال عدة عقود من التاريخ المعاصر لسوريا بقيت أحزاب المعارضة في دائرة القمع السياسي، فلا نشاط ينفذ ولا أيديولوجيات تطبق، حيث كان كل زعيم أو قائد حزب يضع برنامجه السياسي كوسادة تحت رأسه، لا يصحو على الرغم من صوت الطائرات والقنابل والصواريخ التي دوت في أكثر من مكان قريب أو بعيد من حدود سوريا. وعلى الرغم من أن خارطة العالم السياسي قد تغيرت بانتهاء الحرب الباردة وسقوط ما كان يسمى دول المنظومة الاشتراكية، فإن الأحزاب السورية في السلطة كانت أم في المعارضة ما زالت تحمل أيديولوجيات قائمة على إلغاء الآخر وعدم الاعتراف بوجوده، سواء كان هذا الآخر خصما سياسيا أو يختلف بالعرق أو الدين أو بالعقيدة، كما هي حال الأحزاب الماركسية والقومية والدينية. ورغم كل ما حصل من تغييرات في العالم خلال العشرين عاما الماضية، نجد أنه لا جديد تحت شمس سوريا التي أصبحت حارقة، في حين أن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت في سوريا حراكا سياسيا وحزبيا مؤثرا من خلال ديمقراطية كادت أن تكون الأولى من نوعها في المنطقة، حيث كانت تتنافس على البرلمان والسلطة أحزاب من مشارب قومية ويسارية ودينية وفق لعبة ديمقراطية محكومة بعناية فائقة يأخذ كل صاحب حق حقه فيها. وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء حكم حزب البعث الذي خطط منذ البداية للاستئثار بالحكم وخنق كل صوت معارض، فأسس ما أسماه الجبهة الوطنية التقدمية كديكور سياسي، في حين قتل وشرد وسجن أي صوت معارض حزبي كان أم فردي. فإضافة إلى قمع السلطة السياسية لصوت المعارضة، فقد مضى على تأسيس بعض الأحزاب 80 عاما، وبالنسبة لأخرى 50 عاما، وأحزاب أخرى تظن أنها ما زالت حديثة السن لكن عمرها ربما تجاوز 30 عاما، لكن دون أن تجري أي تغيير ذي معنى بسبب ملاحقتها من قبل الدولة وأجهزتها القمعية. وكان أكبر الدروس لهذه المعارضة لقنها إياها حافظ الأسد فيما يعرف بحركة الإخوان المسلمين، فالبطش بها كان درسا لكل من يفكر بأن يقول عن نفسه إنه معارض. وعند استلام الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم بالتوريث، تفاءلت بعض أطياف المعارضة بالحوار الوطني الذي أطلقه، لكنه ما لبثت أن اكتشفت أن الحوار هو مجرد بروباغندا للنظام يحاول تحسين صورته بالخارج من خلاله، فتم إجهاض ما سمي بربيع دمشق بالسجن والملاحقة والتهجير ليعود صوت المعارضة مرة أخرى إلى المربع الأول. واليوم تعول المعارضة السورية المنفية والمكبوتة على المظاهرات التي خرجت في سوريا منذ 3 شهور مطالبة بالحرية وإسقاط النظام، على أن يرجع الشعب حقا ظل مسلوبا لعقود.